لجنه الحكام اعلنت طاقم تحكيم مباراه الزمالك والبنك الاهلي محمد عادل، محمود ابو الرجال، محمد محمود لطفي، رابع ابراهيم محجوب، فار محمود البنا ومحمود الدسوقي، وفيوتشر وطلائع الجيش مصطفى عثمان، محمد عزازي، احمد عادل عبد الفتاح، وليد عبد الرازق رابع، ويعود محمد الحنفي من جديد حكما للفار، ومعه حكم فار مساعد محمد الشناوي. نكمل بسرعه حوارك مع مودست. احنا قعدنا نرغي شويه انا وهو. اه راجل لطيف جدا، واولا كان مبسوط زي ما قلت حضرتك كده. نعم. وشكرني وبتاع، وانا عايزه يترجم وكده، وقال لي انا في الاول كنت تعبان من غير عيلتي. أيوة. وهو لازال من غير عيلته. نعم. بالمناسبه وده فرق معاه جدا على فكره. هو انا نعم. انا كنت قلت في الحلقه اللي انا عاملها ليه ايه السبب. هو عنده ابنه الصغير، عنده مريض، مش ربو بس عنده حساسيه من الاكل. عنده رعايه طبيه في المانيا. أيوة. هو مولود في المانيا على فكره الولد. نعم. ده دلوقتي بقى هو لما اتكلمت معاه، بس الكلام ده من شهر يعني. نعم. هو اصلا مبسوط. يعني هو مبسوط في العيشه هنا. متاقلم جدا، مبسوط بالنادي جدا جدا. والله جدا. وحابب النادي قوي. نعم. حابب اللعيبه جدا. ويعني هو بيعمل تجربه هو حاسس انها حاجه قيمه قوي. على فكره اللعيبه كلها بتحبه. ايوه. نعم. اكتر واحد بقى حسيت انه صاحبه قوي في الوقفه اللي انا وقفتها دي كهربا. كهربا عمال يهرج معاه طول الوقت. نعم. يعني 3 4 دقايق اللي وقف فيهم كهربا، تعتبر ان كهربا يجيد اللغات. بس هو بيعمل جو يعني. طبعا، امال ايه. بس هي كانت تقريبا 10 دقايق ربع ساعه كده، ما حصلش انه الجمهور زعلان او انه حاسس ان الناس مش يعني كانت متوقعه منك اكتر من كده، ما اتطرقتوش الامر ده. هو الحته اللي قالها لي، قال لي انا قعدت فتره ما كنتش بتمرن مع فرقه بشكل تمرين جد قوي. كان بيتمرن في نادي بدايه الموسم. كان بيتمرن في نادي اسمه فورتونا كولن في المانيا. نعم. الدرجه الثالثه. نعم. فبرضه مهما كانت التمارين مش تمارين يعني صحيح. بريتم عالي يعني.